مساء الخير أحبائي، أمسية سعيدة أتمناها للجميع في هذا اليوم الجميل. مرحبا بالجميع في كل مكان من الوطن العربي، مصر والخليج وشمال إفريقيا. أقدم لكم أحبائي أخبار جديدة، قنوات جديدة، عودة قناة مهمة جدا على نايلسات في هذا الفيديو البسيط المتواضع. أتمنى أن ينال إعجابكم. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا ترك لايك دعما وتشجيعا كي نستمر في تقديم المزيد والجديد. لا تنسوا أيضا الاشتراك في القناة من لم يكن مشاركا وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. صلوا على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إذن أحبائي بدون إطالة نذهب إلى إضافة التردد، تفضلوا. إذن من القائمة الرئيسية منيو نختار التركيب، ثم قائمة بي، ثم نضيف التردد الأول معنا. كما قلت أحبائي أخبار جديدة على نايلسات، وكذلك أحبائي عودة قنوات على نايلسات. التردد الأول معنا 12562، معدل ترميز 27500. أما عن الاستقطاب عمودي حرف V أو رأسي، كل على حسب الريسيفر الخاص به. هذا التردد أحبائي ظهرت عليه قناة ذهب كلاسيك، والقناة تحت اسم ذهب كلاسيك HD. أيضا أحبائي التردد 11096، معدل ترميز 27500، والاستقطاب أفقي H. هذا التردد أحبائي ظهرت عليه قناة الأسرار حزمة عامة. أيضا معنا اليوم خبر مهم، وهو عودة قناة العاصمة الجديدة التي أغلقت. أعلنت عن عودتها للبث من جديد بداية من الشهر القادم على نفس ترددها المعهود الذي تعودنا عليه، التردد 11678، معدل ترميز 27500، والاستقطاب عمودي V. هذا التردد أحبائي حزمة شرقية، ستعود عليه قناة الأفلام الأجنبية العاصمة الجديدة. والتردد أحبائي 12058، معدل ترميز 27500، والاستقطاب عمودي V. هذا التردد أحبائي لقناة الأنبار، القناة هذه الأيام تبث المسلسل جميل وهنا. والتردد 10873، معدل ترميز 27500، والاستقطاب عمودي V. هذا التردد للقناة الجديدة التي لم تظهر بعد، فقط إعلانات، قناة ميكس ألوان، مسلسلات تركية وبعض المسلسلات الكورية والهندية والحزمة عامة. مشاهدة طيبة وممتعة أتمنىها لكم أحبائي ومشاهدي قناتي الأفياء، أتمنى أن أكون خفيفة الظل عليكم. سأنقل لكم جميع الترددات وبكل مصداقية، أرجو أن أكون عند حسن ظنكم دائما. أترككم في رعاية الله وحفظه. سلام.